سامي، ما هي آخر المستجدات؟ نعم علا، نسقت مع فريق الاستقصاء الوبائي في وزارة الصحة لنخرج معهم في جولة لنطلع عن قرب أكثر عن آلية عمل هذه الفرقة، كيف يتابعون الحالات، كيف يستقبلون يعني الحالات المشتبه فيها والإجراءات التالية التي يتخذونها. سأبدأ مع الدكتور ركان أبو رمان من فرق التقصي الوبائي ومتابعة المخالطين. دكتور يعطيك ألف عافية، ممكن بالبداية تحكي لي كيف آلية الوصول إلى الحالات المشتبهين بداية من البلاغ وصولا إلى أخذ العينات؟ يسعد مساك أخوي، اللهم صل على سيدنا محمد. إحنا نتبع فريق تتبع الحالات المخالطين، بتتم العملية مثلا عندنا هاي الحالة إحنا جايين عليها اليوم، مشكورين للأفرقة. إحنا الفريق يتكون من طبيب وبائيات وطبيب إذن وأنف وحنجرة اللي هو ENT، امبارح لفوا عليهم أخذوا عينات ترسل إلى المختبر، المختبر المركزي بزودنا ثاني يوم الصبح بالعينات، العينات الإيجابية والعينات السلبية. عندنا إحنا في قسم الرصد فريق يعني مكون من 5 أفرقة، كل فريق له مهام، أول فرقة مهامها إنها تشوف النتائج الإيجابية وتتواصل مع هذا الشخص. في حال تواصل مع هذا الشخص بننسق مع الجهات المعنية وننقله إذا إيجابي ننقله إلى المستشفى المعني. الفريق الثاني بأخذ أرقام أهل أو عائلة هذا الشخص، بتم التواصل معهم، نيجي زي ما إحنا اليوم بدنا نيجي، في عندهم هون الجماعة حالة مؤكدة في المستشفى، بدنا نيجي نأخذ منهم لأنهم هذول هم كلوز كونتاكت، يعني أشخاص مخالطين مباشرين لهاي الحالة المؤكدة، بدنا نيجي نأخذ لهم عينات من الأنف مثل ما إحنا بنعرف. الفريق الثالث اللي عندنا في فريق بتتبع الحالات حتى لو انها طلعت سلبيه بناخذها ونتبعها 14 يوم لانه الفحص ممكن يختلف، اول شيء يكون سلبي بعدين يصير ايجابي. في عندنا فريق رابع اللي هو فريق استقبال الشكاوي او الملاحظات اذا في عندك اي ملاحظه، وفريق اخير اللي هو الفريق الخامس اللي هو بروح يزور المريض اللي احنا اخذناه على المستشفى ثاني يوم، ياخذ منه ملاحظات اذا في عنده ملاحظات في عنده كذا، يعني باخذ مور ديتيلز اكثر تعمقا في الحاله ومنين اجت وكيف اجت. دكتور ممكن تحكي لنا عدد الفحوصات او مش العدد يعني كميه الفحوصات التي قمت فيها، هل هو تنازلي ام تصاعدي من بدايه اعلان الاصابه في الاردن؟ اخوي معروفه يعني الفحوصات كل ما فيها بتزيد يعني بتزيد، ويعني احنا بلشنا في اعداد بسيطه وهسه عندنا اعداد كثيره وعندنا افرقه كبيره كل يوم تطلع واعداد كبيره كل يوم نفحصها، فعندنا اعداد يعني ممكن تطلع ايجابيه سلبيه، هذا بيعتمد يعني ما بنقدر احنا نعتمد على انه امبارح مثلا طلع عندنا عدد معين صغير انه نحكي الوباء يعني خلص، لا هذا وبائيا وعلميا ما بنقدر انه نحزر على هاي الشيء، احنا الشيء اللي نقدر نحزر عليه انه يكون عندنا الاعداد صفر وتستمر لعده ايام، ساعتها احنا بنكون مرتاحين انه الوضع ممتاز، حاليا احنا الوضع بنكون حذرين منه يعني مندير بالنا من هاي النقطة طبعا. طيب دكتور شكرا جزيلا لك. دكتور ركان أبو رمان، يعني نتمنى أن تصل الأعداد إلى صفر قريبا بإذن الله. سنقوم بسؤال الدكتور عمر أخصائي أنف وأذن وحنجرة عن آلية أخذ العينات ومتابعتها. الله يعافيك يا رب، الله يعطيك العافية يا رب. طبعا احنا مجموعة من أطباء الأنف وأذن وحنجرة تم تفريغنا طبعا مستشفيات مستشفى السلط ومستشفى البشير ومستشفى الأمير حمزة، تمام، لمرافقة أطباء الوبائيات تمام بما يخص حالات الميدان والحالات المخالطين. يتم تبليغ أطباء الوبائيات بوجود حالة في الميدان، يتوجه طبيب أنف وأذن وحنجرة مع طبيب الوبائيات عند الوصول عند الحالة أو الحالات المخالطة، نختار مكان معين طبعا بنحط فيه الجاون والعدة ممكن طبعا نلبسها، تمام. تفضل. يعني طيب دكتور علا، سنبقى معكم الآن لنريكم الآلية التي تحدث بها الدكتور عمر عن كيف يتم فحص هذه الحالات. سريعا سنحاول استثمار الوقت بأكبر قدر ممكن ونطلعكم عن قرب كيف يقوم عمل فريق الاستقصاء الوبائي. طبعا احنا هم نحاول نختار تمام مكان يكون طبعا بعيد عن سكان العمارة او البيت الموجود، فاحنا بنختار الساحة زي هاي طبعا. اوكي تو
توصف لنا دكتور هلا شو اللي عم تعملوه هون؟ هسه احنا قاعدين ناخذ فيلد معين بحيث نلبس على هون، ولما نيجي نغير اخر شيء طبعا ريموفنج للهاي برضه يكون بنفس المكان، وبالتالي بنحافظ على المكان معقم ونظيف. يعني كما تشاهدون على في الصورة وكما تحدث الدكتور يتم اختيار منطقة بعيدة عن تواجد سكان المنزل، وعادة ما تكون خارجية. يتم أيضا تحديد هذه المنطقة في هذه القطع البلاستيكية وإجراء الفحوصات في الخارج، طبعا مع حفظ مسافة الأمان ما بين الدكتور عمر أخصائي الأنف والأذن والحنجرة والذي هو المعني بأخذ العينات من المشتبه فيهم أو من المخالطين، كما أيضا تحدث الدكتور ركان، وهي تتم بناء على عملية تبدأ من وزارة الصحة من الفرق التي تحدث عنها الدكتور ركان بالوصول إلى هذه الحالات. تفضل أخوي، أنا بنلبسك أول واحد إن شاء الله. طبعا أعطيني المايك. سوري، تفضل هون على المنطقة الآمنة. المنطقة الآمنة؟ لا، المنطقة الآمنة. أوكي بالضبط. سوري، ايدك على هاي. اوكي. يعني علا، كما نعلم بأن هذا الفيروس ما يميزه ويزيد من خطورته هو سهولة انتقاله وسرعة انتشاره، لذلك يعني جميع الإجراءات التي تتخذها كوادر وزارة الصحة يعني تقوم على التأكد تماما من يعني حماية الجسم كاملا، كما تشاهدون يعني بداية من الكفات وصولا إلى هذا الزي الكامل الذي يغطي الجسم وأيضا الأعين، يعني حتى يكونون في أمن كامل وعدم يعني وصول هذا الفيروس لأي جزء في الجسم مباشرة. يا شوي أخوي، أنا إيدي إكس لارج. مش مشكلة. مش مشكلة. تاني الماء. طبعا هنا الدكتور عمر أخصائي الأنف والأذن والحنجرة والذي يقوم بأخذ العينات مباشرة من المخالطين أو من المشتبه بإصابتهم، يقوم بارتداء زي مختلف تماما كالذي نشاهده في فرق التعقيم أو التي تتعامل مباشرة مع حالات المخالطين أو المصابين، يكون زي مغلق بالكامل لأنه يكون على اتصال وتماس تام مع المشتبه بهم أو المصابين. يعني في هذه الحالة نكون الفريق الدعم الذي يعني الفريق غير الذي يأخذ هذه العينة يكون على مسافة أمان لا تقل عن متر ونصف، لذلك سنبقى أيضا نطلعكم الآن كيف يعني يكون رداء الطبيب المختص في أخذ هذه العينات مباشرة. أنا لازم أضل على النقطة هاي صحيح؟ هسه بعد ما تلبس الهاي ممكن تغادر النقطة. بعد ما ألبس ممكن تغادرها. ممكن تغادرها. أوكي. يعني هذه النقطة التي يتم تجهيز الكادر فيها وارتداء جميع آليات الوقاية، ومن ثم بالإمكان الانتقال إلى نقطة أخرى ما قبل يعني البدء في أخذ العينات.
تمام اوكي. في عندنا ايش بنسميه اللي هو بروتكتيف اوفر اول تمام، والسيرجيكال جلوفز، وفي عندنا طبعا الفيس شيلد، بالاضافه الى ماسك بنسميه N95 تمام. طبعا نبدا بال البروتكتيف اوفر اول. دكتور بالمناسبه ممكن تحكي لنا ما مدى فاعليه الكمامات والجلوفزات الكفات يعني في فعليا الوقايه من الاصابه بهالفيروس؟ بالنسبه للكمامات هاي N95 تمام تحمي لحد 95% من الفيروس، اقل بالنسبه للبكتيريا طبعا، هاي حسب الدراسات الموجوده. بشكل عام يعني المواطنين عند ارتدائهم للكفازات وللقمامات هل هذه فعليا تساعد في الحمايه على عدم الاصابه والوقايه من الفيروس؟ اكيد طبعا. يعني هي في معلومات تحكي انه هي عاده للمصابين، او شو الاليه طيب اللي فعليا ممكن يستخدموها فيها؟ ارتداء الكمامات يكون مؤقت بعد التلامس اي شيء يتم خلع هذه الكمامات؟ طبعا بشكل مباشر، هي استخدام واحد فقط. نعم. سواء الكمامه او سواء الجلوفزات الطبيه. يعني اذا معلومه انه الكمامه والكفات هي فقط للمصابين هاي معلومه غير صحيحه. غير صحيحه. نعم. طيب دكتور، انا بدي راح ابدا طبعا بالماسك بهاي الطريقه طبعا. يعني كما تلاحظون على هذا الزي الذي ارتداه الدكتور الذي سيقوم بأخذ العينات مباشرة من المخالطين أو من المشتبه بإصابتهم يكون مغطى بالكامل، لأنه هو الذي سيتصل اتصالا مباشرا مع المصابين أو المشتبه فيهم أو المخالطين، لذلك يعني يجب أن يكون أكثر وقاية من الفريق الآخر الذي سيكون بطبيعة الحال على مسافة أكثر أمانا. طبعا دكتور تحكي لنا هاي الحاله اللي احنا هلا جايين عليها، حاله هي تبلغتوا فيها عن طريق فرق تتبع وهم بلغوا امبارح مثل ما خبرتك امبارح المختبر خبرنا انها ايجابيه. نعم. فاحنا نيجي مباشره على البيت مشان ناخذ الناس المخالطين، يعني اقرب ناس مخالطين لهم ناخذهم بنفحصهم، وكذلك بعد الفحص حتى لو طلع ايجابي ولا سلبي، ايجابي لا سمح الله بناخذه على المستشفى، السلبي كذلك في عندنا فرق بتتبعه ل 14 يوم، في حال ظهر عنده اي اعراض من اعراض الكورونا يجب ان نرجع نعيد له فحص، ولا سمح الله طلع ايجابي بنرد نحوله عندنا على المستشفى. دكتور خلال الفحوصات اللي قمتوا بعملها والعينات، كم فعليا كانت نسبه اصابه المخالطين؟ هل كانت تعتبر نسبه كبيره او لا؟ اخوي يعني بالنسبه للاصابه تتفاوت، هناك بعض الناس خالطوا يعني عائلاتهم وكان نسبتهم 100%، هناك كان 70%، هناك ما انعداش ولا ناس، يعني زي عرس اربد الكل يعني انعدى كثير، بس المقربين لاحظنا انه ما انعدى الناس منهم، فهمت علي؟ فهو الفيروس ما بتقدر تحذر عليه، وفي الطب ما في شيء بنحذر عليه، كل شيء وارد، فكل احتمالات في الاخير. طيب الآن سننتقل إلى الخطوة التالية دكتور، يعني سيقوم الدكتور عمر الآن باستدعاء الحالات أو المشتبه فيها، ومن ثم القيام بأخذ العينات. يعني كما تشاهدون علا ومتابعينا، الدكتور عمر الذي سيقوم بأخذ هذه العينة هو الوحيد الذي يستطيع الاقتراب أكثر يعني من الحالات المشتبه بها أو المخالطين. طبعا ليس بالضرورة علا كما يعني قال لي الدكتور بأن تكون الحالات يعني مؤكدة الإصابة، لا، بل هي متابعات كما تحدث يعني الدكتور ركان، متابعات عبر فرق متعددة في وزارة الصحة تقوم بداية باستقصاء الإصابات ومن ثم استقصاء من خالطهم ونسبة الإصابة. يعني لوين بقدر؟ من هون بس، من عندك تحكي ايش؟
عمي طبعا ما عندك مشاكل بالتصوير؟ لا لا لا، انا بشكركم كثير وبشكر الدكتور ابو رمان والدكتور ايضا، جهودكم مشكوره لكل كوادر الصحه. و... ممكن تحكي لنا استاذ كيف وصلوا لك لحد الان هذا الفريق؟ شو اللي صار؟ اللي صار انه انا بنتي من المخالطين لاحدى العمارات واجت في زياره عنا، احنا ما عنا اصابه الحمد لله رب العالمين، ولكن مشان نتاكد احنا من الموضوع انه ما عنا اصابه، مثل ما تفضل سيدنا ورئيس الوزراء قال البطل اللي بيفحص، فاحنا ان شاء الله ابطال واحنا بخدمه الوطن كله، فانا بشجع كل الناس اللي عنده اي شيء انه يفحص. يعني ما في اعراض معينه؟ ما في اعراض نهائيا الحمد لله. لا نعم، بس احنا مخالطين فقط لغير مخالطين، وكل اللي موجودين بالبنايه امورهم ممتازه، وان شاء الله يومين او ثلاث ايام بيطلعوا، انا على تواصل معهم. بس تعاونك هذا كثير مقدر ونحترمه، وفعليا انفتاحك على انه هذا ظرف طبيعي جدا، بالعكس كما تحدثت هو واجب على كل شخص بيشوف انه عنده اعراض او بحس حاله خالط. شو رسالتك للناس اللي فعليا يا بيخجلوا او بيخافوا انهم يقوموا بالتواصل مع كوادر وزاره الصحه للتاكد من اصابتهم ام لا؟ اخواني انا يعني بشجعكم والله من كل قلبي، الفحص كثير كويس، اليوم الفحص ببلاش والله يعطيهم العافيه، بكره الفحص بصير ب50 وب60 دينار عليكم، ما بتقدروا تفحصوا، فاللي عنده اي اعراض يتصل بوزاره الصحه، مشكورين والله تليفونهم ما بفضى وبيداوموا، انا بتصل فيه 11 بالليل 12 بالليل برد علي على التليفون، الله يعطيهم العافيه، وانا بشجع كل الناس اللي عنده اي اعراض انه يتصل فيهم ويفحص. نتمنى يعني الشفاء والسلامه لجميع المصابين، ويعني ان تكون هذه العينات سلبيه باذن الله من جميع المخالطين او المشتبه في اصابتهم. دكتور ممكن تحكي لنا شو اللي شفناه؟ اخذت عينه حضرتك، ممكن تحكي لنا بالاجراءات اولا باول؟ طبعا لكل مريض بيكون في عندنا طبعا ميديا بيعيش فيها الفيروس، بالاضافه الى ستيك نهايته في كوتون، في كل ستيك في كل علبه يكون في عندنا 2 ستيك، واحده تستخدم للانف لاخذ مسحه من منطقه البلعوم الانفي، والثانيه تمام اللي بتكون اخمل شويه صغيره بتكون تاخذ مسحه من البلعوم الفموي. تمام، احنا حاليا طبعا الفحص الادق انه ناخذ طبعا عينه من البلعوم الانفي، وبالتالي بدخل بواسطه الانف عبر التجويف الانفي الى منطقه ما خلف الانف، الستيك تقريبا تقعد ما يقارب 50 ثانيه، وهناك بيصير في عندنا التفاف بسيط لاخذ او عمل كولكشن لهذا السكريشن، وبالتالي بنحطها في داخل هاي الميديا اللي هي بسموها الفي تي ام ميديا. اوكي، وبتفحصوا الانف والبلعوم لانهم هم مكان تواجد الانتشار الفيروس، عفوا في بدايه الانتشار الفيروس طبعا. تمام، ومن ثم نرسلها الى المختبر. المريض الثاني، شكرا عمي، يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه. احمد تفضل. هسه راح نشوف طبعا راح نوصل للمريض الثاني، الاسماء مسجله طبعا على كل ميديا مسبقا بتكون مسجله في داخل الوبائيات. نعم. شو اسمك؟ احمد بن سور. طبعا اخوي سامي، اللهم صل سيدنا محمد، الفحص احنا هذول الجماعه مخالطين لحاله مؤكده، رح نفحصهم ولكن رح نعطيهم معلومه انه بكره اذا طلع نتيجتك وانا خبرتك فيها سالب، هذا لا يعني انك انت سالب، ممكن الفيروس لسه الكيت ما لقطه، فاحنا العالم كلها مستخدم اسلوب اللي هو الحجر 14 يوم بغض النظر في البيت وين مكان، احنا 14 يوم هن الفاصلات بيناتنا. 14 يوم هدول بدايه الاعلان، فتره حضانه من يومين ل 14 يوم، ممكن الشخص نعمل له على يومين وعلى ثلاثه يطلع لنا سالب، ممكن على 10 ايام يطلع لنا ايجابي، فبنقول لهم 14 يوم من اليوم ما حدا يطلع من البيت، ما حدا يختلط في ناس، لانه لا سمح الله عملنا له فحص طلع سالب بعد يومين ثلاث اربع ايام طلع عنده اعراض للكورونا نرجع نفحصه يكون ايجابي. فبعملنا مشكله يكون مختلط مع الحاره. يعني بدايه يعني دكتور ما توجه المخالطين او كل من يقوم بفحصه لتكون نتيجته سلبيه بعدم يعني
الالتزام بنتيجة الفحص الحالية، وإنما اتخاذ الاحتياط الطبيعي والحجر النفسي الذاتي 14 يوما. سنقوم أخيرا علا ومشاهدينا، يعني نعتذر على الإطالة في الوقت، ولكن فرصة قد لا تتكرر بالاقتراب أكثر من مشهد يعني ومتابعة آلية فحص المخالطين أو المشتبه في إصابتهم. سنقوم أخيرا علا وسريعا بسؤال المواطن هنا الأخ، يعني ممكن تحكي لنا شو شعورك فيها؟ أول إشي إحنا بنشكركم كثير، ثاني إشي كل مواطن بفحص هلأ إحنا بوقت يعني بدأ، يعني زي ما حكاها رئيس الوزراء إنه بالوقت الخطر جدا، فأنا بترجى من الكل أول إشي إنه ما يطلع من بيته، ثاني إشي إنه يفحص وما يخاف. رئيس الوزراء والدكتور سعد جابر حكى إنه كل مواطن بفحص بطل. إحنا أختي إجت عنا بزيارة وهي مصابة مؤكدة حالتها بمستشفى الأمير حمزة وتأكدت حالتها وإجت عنا، وإحنا طلبنا إن نفحص. يعني نتمنى السلامة والشفاء وخروج نتائج سلبية، ونعتذر علا ومشاهدين على الإطالة في الوقت، ولكن كانت هذه الفرصة لإتاحة. نعم سامي، الله يعطيك العافية، وجهود مشكورة لجميع الفرق الاستقصائية الوبائية ولجميع الكادر الطبي الذي يعمل على مدار الساعة في المملكة، ونتمنى السلامة للجميع.